خلال القمة الخاصة بأزمة المهاجرين في جنوب شرق آسيا المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك بحضور ممثلي 17 دولة، صرح فولكر تورك مساعد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أن حل أسباب هذه الأزمة يتطلب تحمل ميانمار مسؤولياتها بالكامل إزاء سكانها. من جهته رد ممثل ميانمار مطالبا بعدم استهداف بلاده، وأضاف بعض القضايا تقع ضمن الصلاحيات الداخلية. رئيس الوفد التايلاندي أعلن أن بلاده أجازت للولايات المتحدة بدخول مجالها الجوي، وذلك لتحديد مواقع قوارب المهاجرين في البحار. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي صرحت من جهتها: علينا الحصول على تعاون ماليزيا، الطيران يستطلع ويراقب المنطقة، نأمل بتوسيع النطاق قليلا. منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية دعت المجتمعين لممارسة ضغوط على ميانمار من أجل الوقف الفوري لإجراءات القمع والحرمان من الحقوق الأساسية التي تدفع بالروهينجا على الفرار.